أعلنت، أغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فرحت سيدتنا عائشة، كيف ما تفرح ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرحتي يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: إن هذا دعائي لأمتي كل ليلة، إن هذا دعائي لأمتي كل ليلة، كل ليلة، كل ليلة أمتي، هذا دعائي لأمتي. بل يوم القيامة، شوف إحسان النبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة، يوم القيامة همه ماذا؟ أمتي، أمتي، أمتي. يسجد تحت العرش، ما له مطالب أخرى، ما له مطالب أخرى، مطالب ذاتية لا، مطالبه كله الأمة. فيقول له الرب عز وجل: ارفع راسك يا محمد، اسأل تعطى، سل تعطى، اشفع تشفع. ماذا مطالب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة؟ يقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، اخرج شفع يا محمد. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزمرة الأولى من النار إلى الجنة، فيدخل معهم الجنة، فيسمع أنين من أمته في النار، فيرجع للحق عز وجل. في لديك هذا، نحن البعض يتمتع في الجنة، النبي لا يتمتع، وهو يشعر ويسمع أنين من أمته يتعذبون في النار، فيرجع ثاني مرة للحق عز وجل، يقول: يا رب، يقول له تشفع. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم يتشفع، ويخرج الزمرة الثانية ويدخلهم الجنة، فيسمع أنين ويرجع يتشفع، حتى إنه ملك النار، خازن النار، يقول: ما أبقيت لغضى ربك أحد يا محمد. ما أرتاح النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة، لا يرتاح إلا حينما يدخل آخر مؤمن مسلم. أخرج من في قلب من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحق تبارك وتعالى يقول، أو يروى في الأثر، أنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الساعات نشكر فضيلة الشريف الحسيب النسيب سيدي وهيب كنفر، ونطلب منه كلمة يسمعنا صوته ويسمعنا من خفقان قلبه ومن آهات دموعه التي يعشق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا يقول لضيوف الرحمن، وماذا يقول لضيوف سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنستونا، نتكلم باللغة المكاوية الحجازية شوية، نقول أنستونا وشرفتونا وعلى بيتنا نور. يعني الحمد لله على هذه الجمعة الطيبة، ربنا إن شاء الله يجمعنا جميعا في عند حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ما أبغى أطيل عليكم لأنه العشاء هذا زي ما يقولوا جاهز، لكنكم أهلا وسهلا، أنتم في مكانكم ونحن ضيوف عندكم يا سيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وأجمل منك لم تر قط عين، الله الله، وأكمل منك لم تلد النساء، والله خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل وجميل
وجميل سيدنا النبي وجميل. أودي النبي تحياتي وسلامي الله الله، وبثوا شوقي وفرطه يامي. أودي النبي تحياتي وسلامي، وبثوا شوقي وفرطه يامي. الله الله، وأكاد من فرحي أطير لطيبة، أكاد من فرحي أطير لطيبة، أكاد من فرحي أطير لطيبة، أكاد من فرحي أطير لطيبة، حتى أقبل موطئ الأقدام. قمرون قمر قمر سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الحمد لله رب العالمين. يا طيبة يا دوى العيانة، اشتقنا لك والنبي دعانا. غدا إن شاء الله نكون في طيبة وإياكم جميعا بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا والطف بنا وراجع بنا للحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مولانا الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل منا واقبلنا بحرمة المقبول منا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بحقائقها، متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية. اللهم تقبل منا واقبلنا بحرمة المقبول منا وبسر أسرار سورة الفاتحة. رقت عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام Thank you.